كرة ثلج تأبى التوقف بل تستمر في التدحرج والازدياد في الحجم، هكذا هي عجلة العنف في الأراضي الفلسطينية. فقط قبل قليل وصلت أنباء حول ذوي إطلاق نار في الخليل وحدث أمني في قرية نعرين غرب رام الله. خلال اليوم وقعت عملية دهس في منطقة نبي موسى في طريق القدس ريحة، قتل منفذها. والأمس عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع أوقعت قتيلا. كل هذا يجري في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، أي قبل ساعات من انتخابات الكنيسة الخامسة خلال الأعوام الأخيرة، والتي لأجلها سيفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية. سياسيا، هل سيكون لهذه التطورات تأثير على الأصوات وعلى توزيع المقاعد للأحزاب المتنافسة؟ هذه الأسئلة نطرحها بعد قليل على ضيوفنا. 36 ساعة قبل ساعة الصفر، والسباق لا زال محتدما بين معسكر نتنياهو الذي يحصل على 60 مقعدا والقوى المناوئة له التي تحصل على عدد المقاعد البرلمانية ذاتها. انتخابات مفصلية لا سيما مع تكاثر علامات الاستفهام حول نسب التصويت لدى بعض الشرائح وعلى رأسها العرب. فالناخب العربي الذي بدأ محبطا وعازما على المشاركة مع بدء الحملة الانتخابية يبدو أنه يميل إلى التوجه لصناديق الاقتراع مع بعض الضبابية بشأن حجم الارتفاع في أعداد المصوتين. بقاء القوى السياسية العربية خارج البرلمان يحسم اللعبة لصالح نتنياهو ومعسكره. التصعيد الميداني يخدم هو الآخر معسكر الأخير، فخلال 24 ساعة الماضية قتيل إسرائيلي في عملية في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، حيث يقتل نجم الانتخابات النائب اليميني المتطرف بن غفير، وعملية دهس أخرى بالقرب من أريحة. تخوف إسرائيل من استغلال مسلحين فلسطينيين يوم الانتخابات لتنفيذ المزيد من العمليات دفع السلطات الإسرائيلية إلى فرض إغلاق الضفة الغربية خلال يوم الاقتراع. التصعيد الأمني تستغله أحزاب اليمين لمهاجمة حكومة لبيد، وسط مخاوف من أن استمرار العمليات خلال عملية التصويت قد تحسم التعادل لصالح معسكر اليمين الذي يسعى إلى تضخيم هذه العمليات ووصف الوضع بأنه يتجه نحو فقدان تام للسيطرة نتيجة ضعف الحكومة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا السيد إيتان دنغوت، السكرتير العسكري لوزراء أمن إسرائيلينا السابقين، ودكتور أحمد إغنيم القيادي في حركة فتح، وسيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي. وقبل ذلك نتوجه إلى مراسلة آي 24 نيوز فاطمة خميسي والمتواجدة في منطقة نبي موسى قرب أريحة. فاطمة، عملية تتلو عملية، وهناك أنباء وصلت قبل قليل أن هناك حوادث أمنية أخرى قرب رام الله قرب الخليل، هل يمكن أن تطلعينا أكثر؟ نعم بشار، يعني الحدث الذي حصل هنا منتصف هذا اليوم ليس بالوحيد لليوم، نحن نتحدث عن أيضا استهداف لقوة عسكرية بالقرب من مخيم الفوار في مدينة الخليل. هذا الأمر تلاه أيضا مواجهات في الخليل، وحدث أمني كما ذكرت ليست واضحة بعد ظروفه قرب نعلين، لذلك نستطيع أن نرى أن هنالك تحركات جدا كبيرة على الصعيد الميداني في الضفة الغربية. لذلك هذا الأمر وبتوصية من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقرر فرض إغلاق شامل على حواجز الضفة الغربية وعلى الحواجز القريبة من مدينة القدس والضفة عشية يوم الانتخابات، تخوفا من عمليات إطلاق نار وعمليات مسلحة قد تمس في الأمن الإسرائيلي. وأيضا على ضوء هذا الأمر تقرر إرسال عدد من الكتائب الإسرائيلية وتعزيز مناطق التماس في الضفة الغربية. نتحدث عن كتيبتين في مدينة الخليل من قوات حرس الحدود، وأيضا سيرسل قوات لمنطقة غلاف مدينة القدس، علما أن منفذ عملية الدهس الذي أتى إلى هنا والذي قام بهذه العملية اليوم في موقعين متفرقتين أتى من العزارية، هنالك شبهات بارتباطه وبعلاقته مع منفذ عملية معلي أدوميم وحاجز مخيم شعفاط السابقتين ألا وهو عدي التميمي، خاصة أن عدي التميمي أيضا ينحدر من مخيم شعفاط الذي تزوج منه منفذ العملية موسى بركات. لذلك هنالك يعني نوع من رفع الحالة الأمنية التي تنعكس بشكل أو بآخر على المعركة الانتخابية الإسرائيلية. هنالك يعني استغلال من قبل اليمين الإسرائيلي للحدث الأمني في مدينة الخليل، خاصة وأن بن غفير كما ذكر في التقرير يقطن هناك، لذلك هو يستغل هذا الأمر لصالح رفع شعبيته لدى الوسط اليميني الإسرائيلي لكي يقوموا بترجمة هذه الشعبية إلى أو
أوراق انتخابية لصالحه. لذلك بشار هذا التعزيز الأمني وهذه العمليات المتكررة في مناطق متفرقة من الضفة الآن لم تقتصر على جنين وعلى نابلس، بل بتنا نشهد أريحة جنوب وأيضا الضفة أيضا ووسط الضفة والقدس. أشكرك فاطمة خميس على هذه الإحاطة الأمنية والسياسية، كنت معنا من منطقة النابلس في طريق القدس أريحة، شكرا لك. سيد إيتان، اعتداء يتلو اعتداء، عملية عسكرية إسرائيلية تتلو أخرى سبقتها، لماذا حتى الآن؟ لماذا يحصل كل هذا ولماذا لا يتحقق الردع والهدوء؟ لا يمكن أن نقول أنه لا يوجد ردع، ولكن حينما تحارب الإرهاب هذا لا يعني أنه ينتهي في يوم واحد. نحن موجودون في مفترق حساس للغاية، لكن لا يمكن أن نتجاهل أنه بعد فترة الأعياد عمليات الاغتيال التي نفذت في نابلس بدأت تقضي على منظمة عرين الأسود، وهذه كانت المهمة الأولى بالإضافة إلى حماية الأوضاع على خطوط التماس وكذلك أيضا على في داخل البلدات الإسرائيلية. العمليات التي تمت بعد ذلك في الخليل وعملية الدهس اليوم في منطقة النبي موسى وما نسمعه الآن من عمليات إطلاق نار، هذه في مناطق أخرى في جنوب الضفة الغربية، منطقة الخليل هذه منطقة فيها نفوذ لحركة حماس، لكنني أعتقد أن هذه العمليات لا زالت عمليات فردية، لأن صحيح منظمة عرين الأسود جلبت الكثير من الإرهاب والعبوات الناسفة إلى داخل إسرائيل أيضا، ولكن هناك عمليات من وحي عرين الأسود في مختلف الضفة الغربية، لذلك استوجب قطع وضرب هذه المنظمة. منظمة ألحقت الضرر أيضا بالجانب الفلسطيني، الوضع حساس. لماذا؟ لأننا عشية انتخابات في إسرائيل، نحن نقترب من ذروة الإنذارات عن نية فلسطينيين القيام بعمليات مع اقتراب يوم الانتخابات، وأحد الأمور اللافتة أنه في منطقتنا في هذا الصراع أمام هذا الإرهاب عملية واحدة يمكن أن تكون دامية، من شأنها أن تأخذ المنطقة إلى منحى آخر. ملاحظة أخيرتان، أعتقد أنه بعد الانتخابات سنشهد تراجع في حجم العمليات، وأؤكد أنه دون أفق سياسي حتى بظل حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات أمام الجانب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، لا أعتقد أن الجيش وحده كفيل بوقف هذه العمليات. دكتور أحمد، برأيك ما أسباب ودوافع استمرار هكذا عمليات وانتقالها من شمال الضفة إلى وسطها وجنوبها؟ السيد تان قال ربطها إلى حد ما بالانتخابات وتوقع انخفاض وتيراتها بعد الانتخابات، لا أعلم إن كنت توافقه الرأي. المشكلة في أن الجنرالات العسكريين كانوا مستشارين للجهات السياسية وتحليلاتهم تنبع من أساس أيديولوجي يحمل نزعة عنصرية عالية ولا يريد أن يعترف بالحقائق على الأرض. هناك شعب محتل وقوة احتلالية تمارس العنف ضد هذا الشعب، وهذه القوة هذا الاحتلال يمارس كل أنواع القوة وكل أنواع العنف ضد الشعب الفلسطيني على الأرض، وأنت تدعي وتقول أن هذا عنف مرتبط بظاهرة معينة وهدول متطرفين وهدول حماس. عندما يستخدم الشعب حقه في الإمكانيات البسيطة والقوة البسيطة التي لديه ليواجه القوة العسكرية، الدولة المدججة بالقوة العسكرية، تسموا ذلك إرهابا. أنتم مشكلتكم أنكم لا تريدوا أن تروا الحقائق على الأرض. نحن شعب لا نريد هذا الاحتلال، نحن شعب نريد أن نتحرر من هذا المحتل. اسحبوا سيفكم من لحمنا، أنتوا أساس هذه المشكلة. جنرالات مثلك هم الذين يضللوا هذا المجتمع الإسرائيلي ويسحبوه من حرب إلى حرب ومن معركة إلى معركة، لا يريدوا أن يروا الحقيقة، لا يريدوا أن قوتك العسكرية المسلحة تسيطر على شعب آخر. آن لكم أن تخجلوا من أنكم تسيطروا على شعب أعزل آخر لا ليس بيده مكونات القوة، وعندما ينتفض ليدافع عن نفسه ليقول أنني لا أريد هذا الاحتلال، تسموا هذه القوة إرهاب وتسموها عنف. جنرالات مثلك هم الذين تسببوا بوجود هذا الصراع المستمر. أنا لكم أن تفهموا أننا لا يمكن أن ننتهي، مش مجموعة صغيرة في نابلس، مش عارين الأسور،
هذه حاضنة اجتماعية، هذا الوعي الجمعي، هذا تعبير الوعي الجمعي أنه لا يريد أن يرى هذا الاحتلال. أغلقوا مصنع العنف، الاحتلال هو مصنع العنف وليس الشعب الفلسطيني ولا مقاومي الشعب الفلسطيني. مقاومة الشعب الفلسطيني يرد على عنف احتلال ودولة مزججة بالسلاح. طيب سيد شكيب، إسرائيل تتجه إلى انتخابات بنكهة العمليات، ما أثر هذا على ذاك؟ وهل يمكن أن تؤثر على لعبة توزيع المقاعد؟ خلينا نقول بالبداية، خلي المشاهد يفهم الحقيقة. في آخر سنة ونص كان في تغيير للحكم في إسرائيل، ووقف على رأس الحكومة رئيسي الحكومة، الأول نفتالي بنت والثاني يائير لبيد، وكان تعامل هذه الحكومة مع القضايا الأمنية والعمليات التي كانت تسير في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أكثر شدة وأكثر احتدام من حكومة بنيامين نتنياهو، وعالجت وتعالج هذه الأمور وكأنه لا توجد انتخابات، والانتخابات تسري في إسرائيل وكأنه لا يوجد عمليات عسكرية ضد أو تنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية وغيرها. الحقيقة أنه لحد لسه ما كانش ولا أي تأثير في استطلاعات الرأي العام للعمليات، لهذه العمليات على موضوع توزيع المقاعد طبقا للاستطلاعات. يعني في تعادل موجود بين المعسكرين، وهذا التعادل لم ينكسر حتى، يعني في كثير عول انه اذا كان بده يكون في عمليات ارهابيه ضد اسرائيل انه يكون هذا الشيء اثر اكثر على اعطاء زخم او مكان اكثر او نتيجه افضل لليمين الإسرائيلي. الحقيقة على ما يبدو لا يوجد لذلك تأثير، وهنالك يعني هو أحد العوامل بدون شك، ولكن هنالك عوامل إضافية اقتصادية وغيرها تؤثر على الناخب الإسرائيلي. هذا من جانب واحد. من جانب ثاني، يعني إذا أردت أن أعود إلى السجال المرير بين زميلي المحترمين، إحنا اليوم رجعنا لقاعدة الفوارق بالتوجه السياسي أو بالتوجه بين المعسكرين لقضية الحل. لبيد يطرح مجددا فكرة دولتين لشعبين، واليوم للمفاجأة غانتس قال إنه يعني إنه هو رجل يمين أمني وإنه قضية الدولتين مش كثير منطقية. ومن الجانب الثاني معسكر اليمين في بنيامين نتنياهو و شركائه الذين تزداد وترتفع قوتهم بن غفير وسموتريتش، هم منذ البداية يتحدثون عن انعدام إمكانية وجود حل لدولتين. يعني المقارنة بين هذين الطرحين يدل للأسف أنه إحنا يعني إذا بنطلع للبعد القريب أو الأبعد نحن لسنا بصدد تغيير جذري في الوصول إلى حل لكل الأسباب الأساسية التي تدفع هذه العملية. دعني أذهب إلى سيدتان، حماس تبنت عملية كريات أربع كما تبنت العملية التي نفذها هدي التميمي، هل هذا يحتم على إسرائيل أن تغير من سياستها، أن تضرب حماس في غزة وألا تفصل الأمور؟ انظر، إسرائيل لا ترغب الحرب بعد كل عملية. نحن ندير دولة عمرها 75 عام وستبقى هنا 7500 عام حتى وإن لم يرق الأمر لضيفقة. أنا فخور هنا أن أجلس هنا، أنا والدي ناج من المحرقة إن لم أكن أجلس هنا، وأنا فخور أنني خدمت شعبي في دولة إسرائيل، فخور بأن أجلس مع أبو مازن في محاولة لحل الصراع، وأنا أستحقر من سلطتكم الفاسدة التي هي بعيدة كل البعد عن شعبها. أنت قمت هنا بعبارات دعائية، أنا أعرف هذه الدعاية التي لن تسعفكم، أنتم تحاولون ركب الموجة على ما يحدث، لم تعالجوا هذا الجيل الكامل الذي نما منذ العام 2000. وفي أنا أصغي لك
ولكنني سأبقي أربي أبنائي على القيم وعلى أن لا يقتلوا عائلات بالكامل كما حصل مع عائلة فوجل في إيتمار. عن أي شعب مضطهد تتحدث؟ أين كنتم لو لم نكن أقوياء؟ نحن نعطيكم العمل. احترم أننا كشعب نعطيكم كل شيء. هنا شعبكم كلما هو يبتعد من رام الله يستحقركم. الذي يدور في الميدان هو حالة يعكس البعد، عدم القدرة الشعب الفلسطيني على إقصائكم. نحن لا نريد حماس. أنتم يجب أن أذكركم أنه لا يوجد حل للصراع، لن يكون هناك حل للصراع تحت قيادة أبو مازن. يجب خلق مستقبل وحوار، وأنا مستعد أن أكون الأول الذي مستعد أن أقدم خطوات فيها مخاطر لدولتي. ولكن من يأتي بسكين أن يذبح عائلة بأكملها وقتل الأبرياء يجب أن يقتل. واجبي أحمي مواطني. رغم ذلك أنا سأستمر بمد يد السلام. هذا هو ردي على قضية حماس. لا يجب لإسرائيل أن تقلب الطاولة. أحد مشاكل دولة إسرائيل، وسيوافقني الضيف، أنه لا يوجد حكم مستقر في الجانب الفلسطيني. نحن في الضفة الغربية على مدار سنوات طويلة لا نريد أن تسيطر حماس على الضفة الغربية. الطريقة هي الوصول إلى استقرار في الضفة الغربية. أنا كنت سأذهب بشكل مباشر إلى الدول العربية لتطلب مزيد من الدعم وميزانيات، وأن يعطوا أمل وأفق للشبان الفلسطينيين ومزيد من فرص العمل. لا توجد لدي حلول أن أقول لك دولتان أو دولة، لأن الوضع في الميدان يتغير. علينا أن نكون صريحين. أنا أطمح لشيء يقترب إلى حل الدولتين، ولكن لأسفي هذا سيستغرق المزيد من الوقت. دكتور أحمد، لا أبني سؤالي فقط على كلام سيد إيتان، وإنما أيضا على أصوات فلسطينية. هناك من يتساءل، جميل، هناك مسؤولية على إسرائيل، لكن أيضا هناك مسؤولية على السلطة الفلسطينية والجانب الفلسطيني الذي يحمل كل المسؤولية لإسرائيل، ويتساءل لماذا لا تقيم انتخابات؟ أين الانتخابات التشريعية؟ أين الانتخابات الرئاسية؟ أين تجديد الدماء والأمر الذي يمكن أن يعطي أملا للشباب الفلسطيني؟ هذا ما يتسأله البعض. ما ردك؟ لا، هذا مش ما يتسأله البعض، هذا يتسأله كل الشعب الفلسطيني. صحيح. نحن جميعنا كشعب فلسطيني نطالب بالانتخابات اليوم، ونريد أن تكون هذه الانتخابات اليوم. وكان أخطر قرار وأصعب قرار وأسوأ قرار أخذته هذه القيادة الفلسطينية على رأس الرئيس أبو مازن هو إلغاء الانتخابات. لذلك ندعوه نحن إلى هذه الانتخابات، ونريد أن هذه تحدث هذه الانتخابات الآن وفورا. ونحن لسنا فقط نواجه، نعمل، نناضل من أجل أن تكون هذه الانتخابات. نحن لسنا في أحسن حال فيما يتعلق في منظومة الحكم، ولكن بالنسبة لنا يعني شأن الوطن، مسألة الوطن أعلى من مسألة الحكم. لذلك ما احنا مهتمين فيها أكثر هو مسألة الوطن، أعلى كثير من مسألة الحكم. أنا فخور أنني حفيد عياض بن غنم اللي عاش هون، ولد هون قبل 1500 عام، مش قبل 70 سنة و50 سنة، قبل 1500 عام، وبيتي في البلد القديم عمره 1600 عام في هذه المدينة. أنا فخور أنني أنتمي لهذا الشعب الفلسطيني الذي يناضل ضد أعتى قوة عسكرية في هذه المنطقة، ولم يكسر أمامها، ولم يرفع راية بيضاء أمامها. أنا فخور بهذا الجيل الناهض، عرين الأسود وبعدي وبكل هؤلاء المناضلين، شباب صغار بعمر الورد، الذي يتحدون هذه الدولة المدججة بالسلاح بأيديهم الفارغة بصدورهم العارية. أنا فخور بهذا الجيل الذي يواجه جيش الاحتلال بإكمله. أكثر من 50% من جيشك الآن موجود على في الضفة الغربية، موجود على أرضنا الفلسطينية في الضفة الغربية، ويواجهوا هؤلاء الأشبال، هؤلاء الشباب الصغار. أنا فخور بكل هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم من أجل أن تبقى فلسطين. إذا كنت أنت أنا أعرف أنه أن كل، مش بس أنت مخربط، كل الدولة عندك مخربطة، مش أنت بس، أنت ما عندكش رؤية واستراتيجية للحل، دولتك كلها مخربطة. أنتوا لكم 5 سنين في سؤال بيبي لا بيبي، نعم نتنياهو لا نتنياهو، وكأنه هذه مشكلة العالم، أنه في واحد، أنت بتحكي عن الفساد، وكأنه مشكلة العالم أنه في واحد رئيس حكومة قعد 15 سنة فاسد، وأن الدولة مقسومة على هذا الفاسد. أنت كل دولة
طفولتك لا ترى المستقبل، لا ترى مصيرها، لا ترى كيف يمكن أن تكون أن تستمر دولة على الحراب، عايشة على الحراب وتضطهد شعب آخر وتحتل شعب آخر. أنا أتفهم وشاعر بحجم الارتباك اللي في داخلك، أنك لا تستطيع أن ترى الطريق. أنا شايف الطريق تماما، أنا أريد أن ينتهي هذا الاحتلال الآن، أن ينتهي فورا. مصنع العنف ومصنع الإرهاب هو الاحتلال، عندما ينتهي سيعود كل شيء، سيعود الهدوء وسيعود الاستقرار إلى هذه المنطقة. سيد شكيب، أريد أن أعود أكثر للانتخابات. ظهرت تسجيلات مسربة جديدة تظهر أن بن غفير يصر على التعديلات القضائية بخصوص إرخاض نتنياهو المحاكمة، والأهم من ذلك إصراره على حقيبة وزير الأمن الداخلي. هل هذا يأتي ضمن صفقات أصبحت مرتبة بينهما؟ طلع صعب جدا نتنبأ شو الأمور اللي بدأت تقول إليها الأمور بعد النتائج الحقيقية. يعني إحنا على بعد 34 ساعة من فتح الصناديق، وعلى ما يبدو على بعد من 70 ساعة أن يكون عندنا نتائج حقيقية. إذا كان بن غفير هو الأساس في إقامة حكومة يمين بأيدي برئاسة نتنياهو، فسيكون بن غفير صاحب تأثير كبير. التصريحات التي يقوم بها سموتريتش وبن غفير في عملية تعديل قوانين تخص محكمة العدل العليا، تغيير إدخال القانون الفرنسي، إدخال فقرة السيطرة، وكل هذه الأمور هي أمور يعني تشكل بالنسبة للمركز واليسار الإسرائيلي خط أحمر كبير لا يستطيع هذا اليسار أو هذا المركز أن يتعايش معه. يعني إنك أنت تعطي لبن غفير وزارة الأمن الداخلي، هذا أمر قد يشكل خاصة بالنسبة إلى كل مواطن إسرائيلي يهمه احترام القانون وسيادة القانون وكل هذه الأمور، يشكل بؤرة خطر كبيرة جدا. أضف إلى ذلك يجب أن نذكر دائما أن دولة إسرائيل لا تبنى فقط على القيادة السياسية، فهنالك طواقم مهنية اقتصادية وقانونية وأمنية هي التي تقدم الشورى وتحضر القرارات لدولة إسرائيل ولحكومة إسرائيل. وهذه الطواقم المهنية التقنية موجودة ومستمرة في عملها. يعني حتى بن غفير كوزير للأمن الداخلي لن تكن لديه القدرة ليقلب الأمور رأسا على عقب. هنالك قوانين وهنالك سيادة وهنالك أمور. يعني أنا لا أتخوف من يعني من البعبع اللي بيقولوا عنه بن غفير بده يجي ويبلع كل إشي. لا، فيش حدا بيقدر يبلع كل إشي بإسرائيل. إسرائيل أقوى من إنه بن غفير يقدر يغيرها. بس الحقيقة إنه البعد الوحيد الذي والخطر الوحيد الذي يحدق هو عدم وجود أفق سياسي مستقبلي لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. جملة أخيرة من سيدتان. سيدتان، هل قبل الثلاثاء كما بعده فيما يخص الأمن؟ كان. نعم. كان. نعم. وأقولها بعلامات استعجاب، وأنا أنضم إلى مقالة شكيب، أن المنظومة الأمنية تديرها شخصيات مسؤولة موزونة ترى الصورة بالكامل، تعمل مع المستوى السياسي، والمستوى السياسي لن يقوم بأي انقلاب. اسمح لي بس جملة واحدة، كل رؤساء الشباك بيعرفوا مين بن غفير. طيب. وكلياتهم كانوا متابعين. انتهى الوقت. أشكركم. كلمة من سيد أحمد. دكتور أحمد، احنا سنبقى على أرضنا قبل الانتخابات، بعد الانتخابات صامدين على هذه الأرض. نعم، ما يزال هناك المزيد من الوقت. أنا أخطأت من الوقت. سيدتان، يعني لا يختلف المشهد هنا، هل توافق سيد شكيب أنه لا يختلف الموضوع إن كان بن غفير مثلا وزير الأمن الداخلي؟ تمام.
انظر لا أستطيع أن أقول لك أن وجود بن غفير لن يغير حتى إذا كان وزيرا للأمن الداخلي. أنا أعتقد أنه حتى وإن كانت هناك حكومة يمين ويمكن أن نصل إلى حكومة يمين فهناك قيود الأمن الداخلي من ناحية دولة إسرائيل يجب أن يكون بدون علاقة لأي جهة. يجب أن يكون هناك تغيير حقيقي. دولة إسرائيل وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل جهد الملايين الذين جاءوا إلى هنا من مختلف الشتات ومن جهد أولئك الذين كانوا هنا على مدار آلاف السنوات حتى وصولك أنت وعائلتك إلى هنا وخلقوا بيت صهيوني يهودي وهذا سيبقى ولكن مع قيم واحترام. دكتور سيد درجو السكرتير العسكري السابق لوزير أمن إسرائيلين السابقين وأيضا سيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي ودكتور أحمد غنيم القيادة الفلسطيني شكرا جزيلا لكم.